الكلام اللي أبغى أقوله اليوم ملخص في مقطع، شوفوه بعدين رجع لكم. كنت أقول وما زلت، المواقف اللي تعدي علينا في الحياة لازم نوقف عندها نتعلم منها حكمة، عبرة، درس في الحياة. تتوقعوا بأنه الأسد خايف من الكلب؟ إذا وقفت عند هذا المقطع حيذكرني إحنا كيف بندفن أمواتنا، ترى ما علمنا هي إلا غراب. طبيعي الأسد مو خايف من الكلب، لكن مقولة مشهورة تقول choose your battles، اختار معارك. كلب وأعرج ويمكن أعور وغبي، كذلك بعض الناس في الحياة. مو كل حاجة الإنسان يوقف عندها ويقول أنا لازم أوري فلان مقامه، أنا لازم أعطيه درس، أنا لازم أرد، أنا ترى ما حد يدوس لي على طرف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. إذا أنت تعرف قدر نفسك وتعرف مكانتك، اللي قدامك ما يعرف قدر نفسه ولا يعرف مكانته ولا يعرف قدرك، فأنت تترفع أنك أنت تخوض معركة مع واحد أقل منك. تذكر مرة صار لي موقف جدا صعب وزعلت فيه، ودخلت لي دائرة حكومية، ومن زعلي قعدت أصيح على المسؤول. أعطاني ابتسامة الثقة، وطبطب علي وقال لي روح، أنا مقدر أن أنت زعلان. وفعلا أنا مشيت ورحت وفعلا كنت زعلان، بس يوم هدي الموضوع ورجعت لعقلي، لأن وقت الزعل ترى تصير نص عقل، قلت أوف يا ربي أنا كيف سويتها يا أخي؟ هذا نظاما يقدر يقاضيني ويقدر يسجني لأني أنا ارتكبت غلطة قانونية. كلنا لما تصير مشكلة نعرف بدايتها، لكن عمرنا ما راح نعرف إيش نهايتها. عمرك لا تخوض معركة مع إنسان سفيه أو دون أو أقل منك، لأن أحيانا توقف تشوف مين الخصم، أوف نقادة. والإنسان اللي ما يعرف قدر نفسه برضو الكلام له، إذا عدت الأولى الثانية ترى يمكن الثالثة تكون ثابتة، وحتطيح في شر أعمالك وغبائك. السلام عليكم.